السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ حلقة جديدة من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الاثنين الموافق 29 إبريل 2024 من الميلاد. أنا مش عارف، أنا جيت على الجرح امبارح الظاهر ولا إيه، والظاهر كمان أنا مش جيت على الجرح بس، ده أنا كمان دست على الجرح على الآخر عند بعض الناس، مشيها كده. امبارح جالي كمية ردود فعل على القصة اللي أنا حكيتها لكم امبارح بتاعت هو أنا حرامي. ردود الفعل الحقيقة خضتني، سواء الناس اللي بكلموني على التليفون أو اللي بعتوا رسائل أو اللي بعتوا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيا أو بالبرنامج أو حتى شبكة تلفزيون النهار. يا جماعة، هو الموضوع واجع قوي كده؟ على فكرة أنا فرحان جدا، يا رب يبقى واجع، ده أنا هدفي إن أنا أوجع قوي عشان يمكن الوجع يفوق. لأن الحقيقة للأسف الشديد الصدمات والوجع والألم والمشاكل والأزمات هي اللي بتفوق البشر، دي طبيعتنا. طول ما احنا لطاف، طول ما احنا حلوين، طول ما الدنيا ماشية ومسقسقة معانا، ما بنفكرش وبنفضل مغمضين ودايسين في الغلط. امتى بنفوق؟ امتى بنرجع لربنا؟ امتى بنرجع لنفسنا؟ امتى بنرجع لضميرنا؟ اول ما نقع في مشكلة، اول ما تزنق علينا شوية نرجع نقول جاي ويا رب انقذني. طب هو انا بعمل ايه غلط؟ طب انا عندي مشاكل ايه؟ طب وببتدي افكر في عيوبي ومشاكلي علشان احسنها، عشان البلاء او الابتلاء او المشكلة اللي عندي تنتهي. فللأسف دي الطبيعة البشرية. بقول لكم ردود الافعال اللي جات لي امبارح على السؤال اللي انا سألته، وطلبت كل واحد فيه من حضراتكم انه يسأل نفسه نفس السؤال لما يقف قدام المراية. هو انا حرامي؟ اللي انا بعمله ده انا كده ابقى حرامي؟ ابقى كده بسرق حد او بسرق حق حد؟ مش هحكي لكم قصة تاني، لان قصة حكيتها امبارح بتاع فرق الاسعار وبتاع، والست الايطالية اللي قالت للمواطن، قالت له هو انت حرامي او ان انا شايفني حرامية عشان ابيع بسعر واحد رغم ان انا جايب البضاعة بسعرين وكذا. الكلام اللي انا بقوله ده، الناس بعتولي كمية امثلة على كمية مهن ينطبق عليها فكرة هو انا حرامي كتيرة جدا جدا. عشان كده كل واحد في حياته وفي شغله يسأل نفسه السؤال، هو باللي انا بعمله ده في شغلي ابقى انا كده حرامي؟ ابقى انا كده بسرق حق الناس؟ وبقى الكلام اللي احنا قلناه امبارح على التجارة والبيع يمشي بقى على كل حاجة. الدكتور والطبيب يقف قدام المراية كده ويسأل نفسه، هو انا حرامي؟ هو انا لما خلي مريض يعمل عملية جراحية بآلاف مؤلفة من الفلوس رغم ان هو ما كانش اصلا محتاج عملية جراحية وكان ممكن علاج طبيعي ولا كورس علاجي بالبراشيم والادوية يخلص القصة، بس عشان افتح احط العمليات واخد اجر وانفع المستشفى فاقول له يلا انت محتاج عملية، ابقى انا كده حرامي؟ ابقى سرقت المريض ده؟ الطبيب اللي بيكتب دواء غالي عشان هو متعاقد مع شركة الدواء ان هو يكتب الدواء ده كتير في الروشتات عشان يعمل لهم تسويق ومبيعات للدواء، رغم ان هو ممكن يبعت يكتب دواء ارخص، دواء مصري ارخص للمريض اللي حالته على قده، هو كده يبقى حرامي؟ يبقى كده سارق حق المريض؟ ولا يقولك دي شطارة والنصاحة وانا عامل ديل مع شركة الادوية فلازم نمشي نفسنا؟ والموظف اللي بيعطل مصالح الناس هو كده يبقى حرامي؟ ان هو بيسرق وقت الناس وبيعطل مصالح الناس وممكن يضيع حقوق الناس بسبب ان هو مكسل او مش عايز يشوف شغله او قرفان او شايف لاي سبب من الاسباب انه مرتبه مش كفاية، فبالتالي ايا كان السبب، او ان هو بياخد فلوس وفاتح الدرج وبياخد بحاجة مسميها مش رشوة حد الله بس مسميها اكرامية، مسميها سبوبة، مسميها مشي حالك اشرب شاي هات حاجة حلوة لعيالك، الكلام الحلو اللي احنا بنقعد نزوق بيه الجريمة والتهمة، هو كده يبقى حرامي؟ ولا ناصح وشاطر وبيقلب عيشه؟ تاجر العربيات اللي عارف ان العربية تمنها كذا وربحه لو خدوا عليها يبقى كذا حلو جدا، ومع ذلك بيغالي يحط اوفر برايس ويتفق مع اصحابه الموزعين والتجار ده مش هننزل على السعر ده، هو انا بقى كده بقى حرامي؟ هو انا كده مكسبي ده انا كده بسرق وبمد ايدي في جيوب الناس واسرق؟ ولا ده شطارة ونصاحة واحتكار واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة؟
ويلي 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 ويلي. عد بقى كتير والاعلامي عشان بس ما حدش يقول لي انت مطلع ده. لا والمذيع والاعلامي اللي ما بيقولش كلمه الحق واللي بينافق ويلي 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 هو كده يبقى حرامي. اه حرامي لانه بيسرق حق الناس في المعلومه والوعي والمعرفه والحقيقه. ابقى حرامي وابقى سارق وربنا هيحاسبني. ما هو السرقه مش ان انا مد ايدي في جيوب الناس واطلع فلوس. السرقه ان انا اخد حقك. السرقه ان انا اخد حقك باي شكل من الاشكال. طالما ليك حق وانا بنصحتي بشطارتي بفهلويتي ما اديتلكش حقك وخدته ابقى حرامي رسمي فهمي نظمي. حرامي فهمي رسمي نظمي. حتى لو القانون ما ظبطنيش، حتى لو القانون ما شافنيش، في ربنا سبحانه وتعالى الذي يمهل ولا يهمل، وممكن يسيبك ويسيبك ويسيبك ويرزقك ويكسبك ويزودك، بس عشان في الاخر يقولك تعالى بقى انا اديتك 700 فرصة وانت ما تراجعتش. لا دين رضعك ولا قانون رضعك ولا ضمير رضعك، فالحساب واجب ومستحق. فكل واحد يفكر هو بياخد حق حد، بيغتصب حد حق حد، هل انا حرامي ولا لا؟ يا رب يا رب كل الناس تطلع وتقول لا والله انا مش حرامي، بس ساعتها هنبقى في المدينه الافلاطونيه مش في الواقع الحياتي اللي احنا عايشين فيه. ربنا يعافينا ويسترها علينا من الحرام يا رب يا رب يا رب. بمناسبه الحرام، زي اللي واخد حق حد، زي اللي مغتصب ارض حد، فبمناسبه الحرام تعالوا نتكلم شويه عن العدوان الاسرائيلي والاحتلال الاسرائيلي. هو ده حرام؟ اه. هل اسرائيل حراميه ارض فلسطين؟ اه. اسرائيل سرقه ارض فلسطينيين، مغتصبه ارض فلسطينيين، مانعين الفلسطينيين من حقهم في الحياه اولا ثم من اقامه دولتهم ثانيا، فبالتالي حراميه. سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. ما فيش قانون دولي يحاسبهم، ما فيش منظمات دوليه تحاسبهم، ما فيش قوه عظمى تحاسبهم، لكن في الاعظم من القوى العظمى العظيم سبحانه وتعالى اللي وعده حق حتى وان تاخر، لكن له حكمه. ربنا سبحانه وتعالى بيوقت الاسباب وله حكمه في توقيتها. اللي حصل اليومين دول فيما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي على غزه واللي عدى ال 200 يوم، داخلين النهارده في 205 206 يوم، ان بقى في هبه شعبيه قويه جدا ضد ما تفعله اسرائيل مع الفلسطينيين. واللي بسطني جدا واللي مفرحني جدا انه هذه الهبة الشعبية جاية عند شباب وطلبة جامعات وفي امريكا تحديدا. يعني بصوا بصوا المعادلة ماشية ازاي. شباب طلبة جامعات وفي امريكا، جامعة كولومبيا مولعة، جامعة مش عارف ايه مولعة، جامعة نيو مش عارف ايه مولعة، اربع خمس من كبار الجامعات اللي في الولايات المتحدة الامريكية مشتعلة بالمظاهرات. مظاهرات من الطلبة والمواطنين الامريكان يطالبون بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة، لدرجة انه في اعتصام جوه جامعة كولومبيا من الطلبة، خدوا حديقة كده جوه الجامعة واعتصموا وجابوا خيم وقال لك احنا قاعدين لحد ما نضغط على جامعتنا وعلى ولايتنا وعلى حكومتنا وعلى دولتنا ان هم يغيروا سياستهم ويجبروا اسرائيل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى غزة. وادي صور اللي انا بوريها لكم دي، بعض الصور وبعض الفيديوهات والمشاهد للمظاهرات والهبات ومظاهرات الغضب اللي حصلت في الولايات المتحدة الامريكية من بعض الشباب وبعض الطلبة احتجاجا على الاوضاع الاسرائيلية وعلى سكوت الادارة الامريكية على ما تفعله اسرائيل. حلو 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 جدا، كمان حلو جدا. الناس ابتدت تفوق وضمائرها ابتدت تفوق، حتى ولو كانت الدول على المستوى الرسمي متحيزة وظالمة وآثمة، لكن على الاقل على الاقل اللي يديك امل انه ما زالت ضمائر الشعوب حية وتتنفس حرية وعدل. ضمائر الشعوب ما زالت حية وتتنفس حرية وعدل. فين بقى اللقطة اللي انا عايز اوريها لكم؟ هي اسرائيل هتسكت؟ نتنياهو، سبحانك يا رب، فعلا نتنياهو
هيسكت؟ لا. شايف بقى اللي انا بقول لكم عليه، وشايف ان في شراره كده ونار بتولع ضد اسرائيل جوه الجامعات والطلبه والشباب في امريكا، فيقوم عامل ايه؟ يقوم عامل اللعبه الاسرائيليه المعروفه الدائمه اللي هي خلط الاوراق واعطاء وتغليف الاكاذيب بالحقيقه عشان يتوه الناس. بصوا على الفيديو اللي انا هوريه لكم دلوقتي، مقتطع كده، فيديو معمول حلو قوي 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 على السوشيال ميديا، مقتطع منه الرساله اللي موجهه نتنياهو الى الشعب الامريكي والى الاداره الامريكيه، وكل كذبه بعديها على طول الحقيقه بتاعتها او تكذيب الكذبه والاصل بتاعها. اتفرجوا بس، مخمخوا ومزجوا كده بالراحه. What's happening in America's college campuses is horrific. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. I'm Zach. I'm a Jewish student at the University of Michigan. And we're camping here on the Diag until the university divests from Israel. None of us is free until all of us are free. They call for the annihilation of Israel. Hi, everyone. I'm Joe. I'm a member of Jews for Ceasefire Now. We call on the university to end their ongoing repression of student protesters advocating for a liberated Palestine. They attack Jewish students. I have never felt more proud to be Jewish and more in line with the values of my faith than when I was being taken out of Columbia's lawns with my hands zip tied behind my back alongside 107 other students, risking safety and suspension in order to push our university to divest from genocide, apartheid, and occupation in Palestine. They attack Jewish faculty. This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s. It's unconscionable. It has to be stopped. It has to be condemned, and condemned unequivocally. But that's not what happened. It has to be done not only because they attack Israel, that's bad enough. Not only because they want to kill Jews wherever they are, that's bad enough. It's also, when you listen to them, it's also because they say not only death to Israel, death to the Jews, but death to America. And this tells us that there's an anti-Semitic surge here that has terrible consequences. No, Mr. Netanyahu, it is not anti-Semitic or pro-Hamas. الشيطان يعظ. فاكرين الفيلم ده؟ الشيطان يعظ. كل ما اشوف نتنياهو وهو بيزوق الاكاذيب وبيلبس الحقيقه او الباطل توب الحقيقه ويغير الحقائق الى زور، افتكر الفيلم بتاع الشيطان يعظ. شفتوا كان بيعمل ايه في الفيديو؟ ابص اهو بالراحه عليا بقى، قال لك ما يحدث في الولايات الامريكيه شيء فظيع، اللي بيحصل في الجامعات ده حاجه فظيعه، دي مصيبه سوداء. فيقوم ردد عليه شاب يقول لك انا شاب طالب يهودي، كل اللي انا عاوزه الحريه. واحد يهودي مش بقى مسلم ولا مسيحي، لا يهودي، يقول لك انا عاوز الحريه. فيرجع تاني يطلع يقول لك الناس دول بيطالبوا بايذاء اسرائيل. فتلاقي الطلبة بيقول لك احنا عايزين الحرية للفلسطينيين، مش عايزين حاجة من اسرائيل. ويطلع الولد يقول لك انا من اسرائيل، طالب يقول لك انا من اسرائيل، ومع ذلك عايز اسرائيل تتوقف عن الابادة الجماعية اللي بيعملوها في الشعب الفلسطيني. يقوم داخل الاخ نتنياهو يقول لك دي معادلة سامية، والطلبة اليهود اللي في الجامعات الامريكية بيتضربوا وبيعتقلوا. فيقوم جايب الفيديو الناحية التانية للطلبة اللي متعاطفين مع الفلسطينيين، هم اللي بيعتقلوا مقبوض عليهم والبوليس الامريكي واخدهم على الحبس. كله كذب، كله كذب. الكبيرة بقى، ما هو لازم ايه يدخل التوب السياسي وفكرة المظلومية والتضحية عشان يدوس على الوجع اللي عند الغرب، فيخلي الحكومات الغربية تتحرك وتدعمه. قام قال لك ايه اللي بيحدث؟ وقف هنا بقى. اللي بيحدث في دلوقتي في الجامعات بيفكروا باللي كان بيحصل في الجامعات ومجتمع الشبابي في الثلاثينات في ألمانيا.
قصده يعني وقت الحكم النازي وهتلر. فبيشبه اللي بيحصل دلوقتي من مظاهرات الحرية ومظاهرات العدل ومظاهرات الحق في الجامعات الأمريكية ضد العدوان الإسرائيلي، بيشبهه بالمظاهرات ضد اليهود اللي كانت حاصلة وقت النازية وقت عصر حكم هتلر لألمانيا. بصوا الخلط ومحاولة لبس الحقيقة والضغط على طول فكرة المظلومية. كمل بقى الحتة الأخرانية خالص عشان هي دي الفيونكة بقى، حتة الكريزة اللي حطها على التورتة. قال لك احنا لو علينا ما عندناش مشكلة، بيقولوا death to اسرائيل، احنا لو علينا ما عندناش مشكلة، اللي هو الخراب والدمار والموت لاسرائيل ما عندناش مشكلة، الخراب والموت للسامية ما عندناش مشكلة، المشكلة ان هما بيوصلوا ان هما يقولوا death to امريكا. ينفع يقولوا الموت لامريكا؟ ايه غالة ده؟ ايه ده؟ لا حد طبعا نطقها. وبعدين معقولة طالب امريكاني في جامعة امريكية هيطلع يقول الموت لامريكا؟ ما اذا كان المستمع مش عارف ايه يبقى المتكلم ايه؟ يعني العقل كده، بالعقل كده. بس هو علشان ينشر ثقافة انه احنا وامريكا سوا، احنا اسرائيل وامريكا واحد، اللي يقول دستو اسرائيل معناها انه بيقول دستو امريكا. واخد بالك يا بايدن؟ سامعني يا بايدن؟ مركز معي صحصح كده يا بايدن عشان احنا بنروح في داهية. هو ده اللي بيقوله له، احنا بنضيع يا وديع. فصحصح كده يا بايدن عشان ده بيقوله دستو اسرائيل. وخلي بالك وانت عارف وانا فاهم من غير ما نفسر ان دستو اسرائيل يعني دستو امريكا. ما خد بالك معايا؟ واحنا ساكتين واحنا بنتفرج. بس اللي يدعو للتفاؤل ويبسطك انه طالما ضمير الشعوب ابتدى يصحى، الله في سماه لا نظم ولا جيوش ولا بيت ابيض ولا بيت احمر ولا بيت ملون ولا بيت فستقي ولا اي الوان بيوت يقدر يقمع رغبة الشعوب في الحق والعدل والحرية. وانا بقولها لكم اهو، اذا ما اراد شعب يوما ما الحياة فلا بد ان يستجيب القدر. طالما الشعوب ابتدت تنتبه وتفوق وتنتفض وتعرف الحقيقة، الله في سماه ما في قوة على الارض تقدر تكبتها، ولو عملت لحين مش تعرف تعمل كده على طول. فالقدر وفرجه ات لا ريب فيه حتى ولو بعد حين. نصر الله فلسطين. تعالوا نروح لأهالينا وحبايبنا في محافظة السويس. الحقيقة ان الجهود اللي بتحصل على مستوى التنمية وبتعملها الدولة جهود مهمة ولازم نشير اليها، بس انا كمان ببقى معني قوي بالعمل الاهلي والعمل التنموي والمجتمعي، لانه هو اللي فيه المعنى الحقيقي للتكافل والإنسانية والمساعدة. وده أكثر ما يتبلور ويظهر بيظهر في مشروع حياة كريمة. حياة كريمة هذه المرة مشوارها ومحطتها توقفت عند مدينة ومحافظة السويس الباسلة الجميلة، وهذه المرة حياة كريمة قررت أن تصنع حياة كريمة على مستوى الخدمات الطبية لأهلينا في السويس من خلال قافلة طبية تشمل تقريبا كل الخدمات الطبية والاحتياجات الطبية اللي محتاجينها أهالينا في السويس. مين معانا على الهاتف؟ الأستاذ محمود عبد العزيز، منسق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة السويس. مساء الخير يا أستاذ محمود. مساء الخير يا أستاذ تامر، زي حضرتك؟ إن شاء الله أكون بخير. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم، حضرتك منور الشاشة. ربنا يعزك، ده بس من ذوقك. كلمني عن القافلة وماذا قدمت من خدمات لأهالينا في السويس. والله الحقيقة يا فندم احنا بنشكر مؤسسة حياة كريمة، بنشكر كل الجهود اللي بتتعمل في المؤسسة في الدولة كلها. احنا النهاردة دي القافلة رقم 20 في محافظة السويس بالتعاون مع جامعة قناة السويس. كنا متواجدين النهاردة في منطقة من مناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة، هي منطقة السيد هاشم، ودي بتتواجد في حي الجناين. واحنا اخترنا المكان ده بالتحديد لان بيضم عدد كبير جدا من الاهالي
المحتاجين جدا للخدمات الطبية اللي احنا كنا مستهدفين ان احنا نقدمها في القافلة. الحمد لله احنا كان معانا النهاردة اكتر من 10 تخصصات طبية بشرية، وكمان كان كنا بنقدم الخدمة الطبية دي بالمجان، زائد ان احنا بنقدم الأدوية والعلاج كله لكل التخصصات بالمجان، زائد ان كان معانا كمان تخصص طب بيطري، لان طبعا زي ما حضرتك عارف الحي بتاع الجناين ده يعني بيتميز بان هو فيه طبيعة من الريف المصري، فكنا متواجدين بصحبة الطب البيطري عشان يقدم الخدمات البيطرية لكل المزارعين اللي موجودين هناك. وكمان كان في ندوات إرشاد زراعي متواجدة معانا، جاية برضو معانا من جامعة قناة السويس من إسماعيلية، عشان يعني نبقى متواجدين في اليوم ده كلنا لخدمة كل أهالي المنطقة وكل المناطق المجاورة. كمان احنا اخترنا المكان بالتحديد بيتوسط حي الأربعين وحي الجناين، تقريبا هم دول أكتر اتنين أحياء في محافظة السويس من الكثافة السكانية العالية، فده الحمد لله مكننا أن احنا النهاردة نقدر نخدم أكتر من 1400 مواطن في نفس اليوم في مكان صغير احنا اخترناه كده، جمعية من الجمعيات الخيرية اللي بتشتغل معانا وبتتعاون معانا دايما في كل الفعاليات اللي بنقدمها بمبادرة حياة كريمة في السويس. ممتاز ممتاز، وانا متاكد ان كل اهالينا في السويس كانوا مرحبين وردود الافعال كانت ممتازه، وانا متاكد كمان ان هذه القافله لن تكون الاخيره يا استاذ محمود. لا طبعا، الحمد لله احنا عندنا خطه شهريه دلوقتي، احنا متواجدين في محافظه السويس بقالنا اكتر من سنتين بنقدم فعاليات ومبادرات على مدار السنه، بيجي لنا خطه شهريه من الاداره المركزيه، زائد ان احنا طبعا احنا اصلا من السويس طبعا، فعارفين طبيعه البلد عندنا وطبيعه الاحتياجات اللي موجوده للمواطنين اللي احنا بنقدم لهم الخدمات، فبنحط خطه شهريه بيتم الموافقه عليها من الاداره وبنقوم بتنفيذها طبقا بقى للاحتفاليات او المبادرات اللي احنا بنبقى شغالين عليها. ممتاز. احنا لسه مخلصين طبعا شهر رمضان، شهر كريم، كان في شغل كتير جدا اشتغلناه على الفئات الاكثر احتياجا، عملنا يوم كبير جدا للناس وقعدنا فطرنا معاهم وعملنا مبادره سبيل قدرنا ان احنا نقدم فيها اكتر من 500 وجبه للاهالي في قريه كبريت البحاره، قدمنا اكتر من 7000 صندوق حمايه اجتماعيه لكل الاهالي في كل الاحياء بتاعت محافظه السويس، وطبعا ما انسيناش ان احنا نشاركهم كمان فرحه العيد، وعملنا مبادره تكبيرات العيد ونزلنا في كل الساحات اللي موجوده في المحافظه عشان نقدم التهاني لكل اهالي محافظه السويس. ممتاز، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق دايما في تقديم الخدمات والرعايه والاحتياجات المطلوبه لاهالينا وحبايبنا في السويس الباسله. تعالوا بقى اخدكم الحكايه حلوه قوي. هي حلوة من حيث الدراما بتاعتها، لكن هي صعبة من حيث المعاناة بتاعتها. القصة ترجع فلاش باك كده زي الأفلام، فلاش باك لشهر يوليو 1992، يعني كام سنة؟ 92، 2002، 2012، ادي كده 20، يبقى 32 سنة. حلو حلو. شخص في يوليو 1992 لقى بنتين في الشارع، بس البنتين كان جنبهم بعض المتعلقات وبعض اللبس اللي هما لابسينه اللي بيدل على انهم شوية من عيلة مستواها كويس، يعني لبس مستورد ولبس مش عارف ايه وحاجات كذا، مش حاجات مقطعة وما الى ذلك. يعني الموظف او الشخص اللي لقى البنتين دول قام واخدهم على اسم كوم حمادة. كوم حمادة طبعا انتوا عارفين في محافظة البحيرة، خدهم على اسم كوم حمادة وعمل محضر وخد البنتين عنده في البيت على عهدته، نشر صور للبنتين في الجرايد وعلى مش عارف ايه، ما كانش فيه طاعتها سوشيال ميديا، جرايد ومش عارف كذا وكذا وكذا، اهو توأمان فوق كوبري كفر الزيات، ونشر الكلام ده ونشر صورهم، لا حياة لمن تنادي، ومحدش رد عليه. فاللي حصل انه عمل ايه، قام محتفظ ببنت ورباها، ودى البنت التانية لأسرة تانية كانت محرومة من الخلفة
عشان تربيها. حلو الكلام؟ حلو الكلام. الاحلى انه كان حريص طول الوقت على ان البنتين رغم ان هم بيتربوا بعاد عن بعض في اسرتين مختلفتين، كان حريص على ان يبقى بينهم تواصل، يعني البنتين عارفين ان هم اخوات وتوأم وعارفين ان اللي حصل لهم، وطول الوقت بيتواصلوا بيزور، عارفين يعني بعضه في تواصل ما بينهم، مش قطيعة وما عرفوش حاجة عن بعض، لا الحمد لله في تواصل. ايه اللي حصل دلوقتي بقى؟ اللي حصل دلوقتي ان البنات عايزين يعرفوا اهلهم مين، عايزين يعرفوا اصلهم وفصلهم مين. هو الحقيقة انا مش عارف ليه دلوقتي، يعني دلوقتي انا بقول لكم دلوقتي المفروض يبقى عندهم 32 سنة، اشمعنى دلوقتي؟ مش عارف. طب وهم علاقتهم عاملة ازاي؟ طب وبالنسبة لعلاقتهم في الاسر اللي تربوا معاهم وعاشوا معاهم 30 سنة ايه؟ تعالوا نعيش القصة بقى بكواليسها من خلال الاستاذ رامي الجبالي، مؤسس صفحة اطفال مفقودة. مساء الورد يا استاذ رامي. مساء الخير يا تامر بيه، ربنا يخليك. يعني مش عارف اشكرك انك تناولت القضية دي، لانها واحدة من قضايا كتير شبيهة لمفقودين من سنين طويلة. لا الحقيقة انا اللي بشكرك، لان انا عارف ان انت مهتم بالموضوع ده ومفرغ له جزء كبير من وقتك ومن مجهودك من خلال حتى صفحة اطفال مفقودة، فانا بحييك لان ده جهد انساني ولفتة جميلة. ربنا يخليك. اطفال مفقودة عيشتنا واقع عمرنا ما كنا نشوفه، لا في دراما ولا كنا نقابله في حياتنا العادية. يعني فعلا القصص بتاعت المفقودين سواء داخل مصر او برا مصر كلها قصص حزينة جدا ولكنها ملهمة. صحيح. خليني هبتدي من اول حته ابتديت فيها يا استاذ تامر. حضرتك ابتديت قلت ايه؟ قصه جميله وبعد كده جميله في الدراما بتاعتها. بص هقول لك على حاجه، سبحان الله، يعني لو خدت بالك ربنا سبحانه وتعالى في القران لما جاي يتكلم على احسن القصص، كان احسن القصص قصه مفقود على فكره. واضح ان احنا متبرمجين، قصه سيدنا يوسف احنا متبرمجين، احنا كبشر متبرمجين ان كل قصص المفقودين بتلاقي احسان وتقبل وتعاطف من البشر. مفهوم مفهوم. دي انا شفتها بعيني على مدار 10 سنين اطفال مفقوده بتساعد بيها اهالي مفقودين. نعم. عشان ما نطولش خليني اقول لك كده ببساطه. اتفضل. سالت كم سؤال او كان عندك كم تساؤل كده، خلينا ناخدهم من 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 ورا، يعني ناخدهم من الاول للاخر. هو ليه البنات النهارده بتدور على اسرتها؟ ايوه صح، ده سؤال مهم. هو مفيش حد في الدنيا مش عارف اهله مش هيدور على اهله، مستحيل. حتى لو قال لك ان انا لا لا انا متاكد، انا سؤالي النهارده يعني ليه مش من 5 سنين، ليه مش من 10 سنين؟ طيب خلينا نقول ان كل ما المفقود بيكبر في السن وعيه وادراكه بيزيد، فاحساسه بان انا عايز اعرف حكايتي بيبقى نضج كفايه انه يقدر يواجه المجتمع اكتر، فيقدر يقول انا على فكره مش مكسوف من نفسي، انا مش لقيط، انا مش لازم اكون ابن حرام، انا مش الحاجات الوصم بتاع المجتمع اللي بيوصم بيه طفل او انسان هو ملوش ذنب في الماضي بتاعه او ملوش ذنب في اسرته. تمام. فكل ما بيكبر بيبقى قادر انه يواجه المجتمع ويقول انا مش فارق معايا، لو هم عايشين اكيد كبروا في السن فانا ما عنديش مشكله ان انا اقابلهم واسلم عليهم. ده اول بند. مظبوط. في قصه البنتين دول، ويا ريت بقى بما اني خلاص بكلمك هكون طمعان، يعني فضل. عندنا قصه شبهها تانية لازم انا وانت نتكلم فيها اذا كان المره دي او المره الجايه، بس خليني اقول لك القصه دي ايه اللي ملفت فيها. دول بنتين توأم ايدنتيكال، يعني مش واحده شبه الثانيه حته صغيره. طب خلينا دلوقتي على الواقعه اللي احنا بنحكيها، اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي، البنتين ايدنتيكال. طب هو سؤالي انت، احنا دلوقتي عرضنا صوره للبنتين وهم صغيرين، في بقى هم عايزين يذيعوا صورهم وهم كبار؟ لا طبعا، لا طبعا. لا طبعا، هقول لك ليه برضو يعني كمان شويه. البنتين بتوعنا النهارده ليه هم قرروا انهم يقولوا احنا عايزين ندور؟ رقم واحد هم اختين، ولكن بسبب الشهادات الميلاد اللي خرجت على ان كل واحده فيهم مجهوله الهويه لوحدها، فهم في الواقع ما بقوش اخوات. فهمت. فهم امل حياتهم النهارده حاجتين، رقم واحد اذا كنا هنلاقي اهلنا الحمد لله. طب لو ربنا ما اذنش ووصلنا لاهلنا، طب ممكن نبقى اخوات من الام. احنا ما نعرفش ابونا مين، بس احنا طيب. لا ده كلام منطقي جدا، وطبعا قصه ان ممكن نبقى اخوات من الام وتعمل لهم شهادات ميلاد او بطايق على انهم اخوات من منسوبيه الام، دي قصه
ممكن اسهل بكتير من ان احنا نغير البطاقه بالاربع اسامي في شهاده التخرج. بس هو سؤالي هنا سؤالي هنا انت متواصل معاهم يا استاذ رامي؟ اه طبعا. طيب السؤال الصعب، فرضا جدلا، هب حلوه هب دي؟ اه عارفها بتاعه المحكمه دي هب. اه هب يعني افترض هب ان احنا لقينا اهلهم الاصليين ظهروا بكره الاسبوع الجاي ايا كان. بس خلاص ايه لسه سؤال ساعتها هيظهروا عادي خالص؟ ما انا عارف، ما انا متاكد ان هم هيظهروا. سؤالي جاي اهو، اه هيرجعوا لهم؟ لا حكايه يرجعوا لهم دي بقى لا طبعا. امال هم بيدوروا عليهم ليه؟ اه هقول لك، انا على مدار السنين اصلا انا شايف الحقيقه يبقى نوع من البطر ان انا بعد ما اهلي او مش اهلي، بعد ما الناس المحترمه دول ربوني 30 سنه اسيبهم وارجع لاهلي اللي ما شفتهمش وسابوني في الشارع. مظبوط 100%. وعايز اقول لك ان مش التجربه دي بس، كل التجارب بتاعتنا السابقه، انا مرجع ناس بعد 20 سنه و30 سنه و40 سنه و50 سنه و60 سنه. تمام. كل تجاربنا في الناس اللي رجعت بعد سنين طويله هم اكشلي في الحقيقه ما رجعوش عاشوا مع بعض، بس هم بقى على علاقه ببعض. بقى عارف انا مين. وهي بقت مطمنه ابنها. لمجرد العلم يعني. بس كده. مفهوم. خلي بالك برضو ان الصورة الذهنية للام والاب عن ولادها اللي فقدته من سنين طويلة، انا سبتك وانت قد ايه وانت 6 شهور، فانا في دماغي ان انا هلاقيك عيل صغير برضو. لما بيرجع لي 30 سنة او 20 سنة او حتى 15 سنة، الصورة الذهنية اللي في خيالي اتغيرت، اللي انا مستنيه عمره ما هيرجع على فكرة. مفهوم مفهوم. ده احنا شفناه مرة واثنين وثلاثة. طيب سؤالي الاخير، هل في اي حاجة ينفع لو نفترض هب برضو حلو هب دي، هب لو انا ابو الطفلتين دول، مش طفلتين بقى دلوقتي سيدتين، بس انا بتكلم وقته ما وقت ما عثر عليه. انا اعرف منين هم اولادي؟ دي ان ايه طبعا. لا مش فاهمني، ما غير دي ان ايه يعني في حاجات بس الاول تقرب القصه تخلينا شك ان هم اولادي، وبعد كده هو عمل دي ان ايه. انا قصدي انه هل كان معاهم اي حاجه، ورقه بتقول مش عارف ايه، دلايه معينه، يعني اي اشاره بس نقولها دلوقتي بحيث ان الاب او الام الاصليين لو سمعوها يقول لك الله دول احتمال يبقوا اولادي، فييجوا بقى يعملوا دي ان ايه. طيب احنا عندنا في القصه دي اكتر من حاجه تخليه عارف ان دول اولادي. رقم واحد، احنا بنتكلم على 2 توأم، يعني نادرا ما بيبقى اللي ضاعوا 2 برضه تمشي حلوه. فاحنا عندنا رقم واحد عندنا 2 توأم. حلو. رقم 2 توأم متطابق يا فندم. دول ايدنتيكال، مفيش ايدنتيكال، توأم متطابق. تمام تمام. فاحنا عندنا اول حاجه صح، مش اي مش كل يوم واحد بيضيع منه توأم. صح مظبوط. رقم 2 احنا عندنا تاريخ فتره زمنيه، فاحنا ممكن نقول ماشي. اللي مفقود منه طفل من او 30 سنه يعني في سنه 92، لان هم لما عثر عليهم كان عمرهم ما بين 4 و6 شهور. تمام. على فكره هم عثر عليهم في كرتونه، في كرتونه عثر عليهم في كرتون. وبرده طب قدام ايه؟ عثر عليهم في كرتون على كوبري كفر الزيات. على كرتون على كوبري كفر الزيات. وهقول لك على معلومه تانية برضو. ايه؟ بعدها بثلاث او اربع ايام عثر على غريقه سيده غرقانه في الميه تحت الكوبري. احتمال تكون هذه السيده هي ام هؤلاء الاطفال. ده احتمال كام في الميه؟ 50%. ممكن. طبعا ممكن. فاحنا هنا بندور على مين؟ رقم واحد بندور على واحد ممكن تكون زوجته خدت ولاده ومشيت، ده رقم واحد. ممكن يبقى واحد تخلى عن ولاده فعلا بارادته من 30 سنه، والنهارده يا سيدي انت رجعت في كلامك. يعني او ان الام او ان الام او ان الام سابت ولادها في كرتونه على الكوبري ونطت. بالظبط كده. يعني اما ان انتوا اتاخدوا منكم الولاد غصب عنكم، وده احتمال 50%. لا السيناريوهات كلها مطروحه وقائمه. احنا بالنسبه لنا لو انت حتى رميتهم او انت حتى رميتيهم وسبتيهم، عندك فرصه سنة دلوقتي ان انت تصلح غلطتك. يعني خلاص الزمن عدى والبنات كبرت وبقى عرايس، ما فيهاش حاجه. يعني عندنا تجارب اخرى حصل فيها. مش عارف يا استاذ رامي، تصدق وتأمن بالله لا اله الا الله وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام وزيد النبي صلاه عليه افضل الصلاه والسلام، تصدق ان انا ميال ان هم ما يعرفوش مين؟ وانا كمان. وهقول لك ليه. وانت كمان؟ ما احنا بنعمل اللي بنعمله ده كله ليه؟ هقول لك ليه بقى. يعني انا ميال ان هم يكملوا حياتهم مع اسرتهم المحترمه اللي راعتهم وربتهم وصرف عليهم وادتهم الحنان والحضن وكل حاجه. وانه عفى الله عما سلف بقى، لان اي تقليب في الماضي
شكله مش هيطلع الا جراح والام. طيب بص بقى انا هقول لك، انا لا كده انا افتكرتك تقصد حاجه تانية. لا هقول لك بس يلا عشان انا قدامي 30 ثانيه. هقول لك سريعا جدا، ده احتمال اللي انت بتقوله يطلع جراح والام، ولكن ماذا لو كانت الاطفال دي اتخطفت من الاب وما يعرفش هو فين ومكلوم وتعبان وهيموت ويعرف مكانهم؟ ده احتمال. الاحتمال ده نعمل حساب ونراضي الراجل ده بعد ما بقى عنده دلوقتي اكيد على الاقل 60 70 سنه. والله اه بس احنا يمكن هو مكلوم ومخطوفين منه، بس هنرد له حياته ونسحب روح اسرتين تانيين. لا لا خالص، الاسرتين التانيين مش زعلانين تماما. فعلا؟ خالص، ما هم عارفين البنات البنات اتجوزت وخلفت وعندها حياه مستقله، هم بالنسبه لهم لو ده هيرضي البنات بص الحمد لله. انا ما قلت لك رايي، بس هو في النهايه انا لن امنع القدر، احنا عملنا اللي عليه وزعنا صورهم، وانت قلت بجد بشكرك، وانت قلت التركيبه وكرتونه وفي الوقت ومش عارف وتوأم وبالتالي في اي حد ضايع منه مخطوف منه حاضر كذا اكيد هيعرف ان دي ملابسات القصه بتاعته، لكن انا لا املك الا ان انا في الاخر طبعا اشكرك على جهدك وعلى اللفته الحلوه اللي انت بتعملها طول الوقت في مساعده الناس، ولا املك في النهايه الا ان انا ادعو ربنا انه يعمل الخير للبنتين. لو الخير للبنتين ان هم ما يعرفوش اهلهم فين ويكملوا حياتهم مع جوازهم زي ما انا عرفت دلوقتي ان هم متجوزين يبقى ده خير، لو الخير ان هم يعرفوا انا متاكد ان ربنا لا يفعل الا الخير وربنا يكتب لنا جميعا الخير. سيب حضراتكم مع التقرير الاخباري المجمع منه للفاصل، وبعد الفاصل الحوار السياسي مع الدكتور عبد الحليم قنديل. أعلنت وسائل إعلام فلسطينية ارتفاع شهداء الغارات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية إلى 22 شهيدا، حيث استهدفت الغارات 3 منازل في مناطق متفرقة من مدينة رفح ومواقع وسط وجنوب قطاع غزة. نتنياهو يبيع الوهم للإسرائيليين، هكذا صرح الكاتب الإسرائيلي الشهير رونين بيردمان في أحدث تصريحات له حول الحرب في قطاع غزة بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يعرض حياة المحتجزين للخطر. انتقد رئيس الأمريكي جو بايدن منافسه في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، مذكرا بتهديدات ترامب وهجومه على الديمقراطية. وقال بايدن خلال كلمته بالبيت الأبيض إن انتخابات 2024 تجرى على قدم وساق. نعم يمثل العمر مشكلة، فإنني رجل بالغ أتنافس مع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات. قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إنه لا بد من توزيع ثمار النمو الاقتصادي العالمي على كافة الدول، مشيرة إلى وجود تباين هائل في الأداء الاقتصادي بين الدول، وأنه يوجد نحو 800 مليون شخص حول العالم يعانون من المجاعة حاليا، مؤكدة أن العالم لم ينجح في تشارك منافع النمو مع المناطق الأكثر احتياجا. نشرت وزارة الأوقاف تنبيه تام للحجاج بالبعد عن بعض الأفعال التي من شأنها فساد حجهما، ومنها فوات الوقوف بعرفة في وقته المشروع إجماعا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ترك طواف الركن الإفاضة، فالإجماع أن من ترك طواف الركن لم يتم حجها، مع تفصيل بين المذاهب فيما يجب عليه فعله إذا تركها، ترك السعي بين الصفا والمروة عند المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أن السعي من الواجبات التي تجبر بالدم، وهو ما يمكن الأخذ به للمضطر كمن فاجأه مرض أو ألم به عارض بعد أدائه طواف الركن يحول بينه وبين السعي. الجماع قبل الوقوف بعرفة فإنه يفسد الحج إجماعا، أما الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأصغر فإنه يفسد الحج عند الجمهور المالكية الشافعية الحنابلة، فلا يفسده عند الحنفية. قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن تفادي 2.5 مليون حالة وفاة حول العالم سنويا إذا تم تقليل استهلاك الملح إلى الكمية الموصى بها أقل من 5 جرام يوميا.
أثار الفنان مصطفى شعبان الجدل خلال الفترة الأخيرة بعد تداول الكثير من الأخبار حول زواجه من سيدة الأعمال هدى الناظر، وأكدت مصادر مقربة من الطرفين ارتباط الثنائي منذ عدة أشهر، وتحديدا قبل دخول الفنان مصطفى شعبان تصوير مسلسله الأخير المعلم. نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا على صفحته الشخصية بفيسبوك منشورا عن شم النسيم، وقال شعبان: اسم شم النسيم وليس شم الفسيخ، فإن الملح هو العدو الأول للقلب والشرايين، لذا ينصح مرضى السكر والقلب وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم تناول هذه الأسماك المملحة لما لها من آثار ضارة على صحتهم. انخفض سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم بعد حالة من الاستقرار، حيث سجل عيار 21 نحو 3070 جنيها للجرام، بعدما سجل قبيل نهاية التعاملات 3100 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء 3090 جنيها رغم ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية، وبلغ سعر الذهب عيار 24 3508، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24720 جنيها بيع إلى المستهلك وزن 8 جرامات، وعيار 21 ذهب صافي قبل إضافة الضريبة أو الدمغة والمصنعية، بينما بلغ نحو 24560 جنيها في حالة الشراء من المستهلك. قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن هناك استقرار تام في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، ودرجات الحرارة تعتبر في المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، وأن المواطنين يشعرون بطقس حار خلال فترة النهار. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. هذا هو موعد قراءتنا الأسبوعية في المشهد السياسي. أهلا وسهلا بالأستاذ دكتور عبد الحليم أنديل. أهلا وسهلا، مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذ عبد الحليم. هذا الأسبوع، يمكن الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم، وكان محور أو خيط رئيسي في حديثنا الفرق ما بين المواقف الشعبية والمواقف الرسمية. صحيح. فيما يتعلق بالأحداث السياسية وخاصة العدوان الإسرائيلي. الأسبوع ده الموقف الشعبي هو البطل بامتياز طبعا. في رأيك إيه سبب هذه الهبة؟ ولما نتكلم عن الجامعات الأمريكية في أمريكا تحديدا يبقى أكيد في أكتر من معنى ودلالة. يعني ما جرى ويجري في الجامعات الأمريكية طبعا له دلالة ظاهرة. ما هي هذه الدلالة؟ هذه الدلالة ببساطة أنه الغرب التاريخي الذي هو محضن الحركة الصهيونية باعتبارها حركة غربية بامتياز، لأنه ببساطة الذي ارتكب الفظائع ضد اليهود طرف غربي، والذي ادعى أنه ينصف اليهود بابتعاثهم إلى أرض خارج أوروبا كلها وخارج الغرب كله، وتحميل العرب مسؤولية أو أن يكون الفلسطينيون ضحية ما جرى لليهود وهم ليسوا طرفا فيه، الحقيقة هو الغرب أيضا. صح. بالظاهرة الاستعمارية. فمن هنا الصهيونية ناتج غربي، وفي نفس الوقت ناتج يعني العنصرية الغربية. اتنين، وهي في نفس الوقت جزء من الظاهرة الاستعمارية، وهي في نفس الوقت جزء من أدوات هذا الغرب ضد التاريخ الاستعماري في تأبيد سيطرته على شعوب الجنوب وفي قلبها العالم العربي. ومن هنا بتظهر فكرة أنه إسرائيل بين قوسين ثقيلين هي حاملة طائرات أمريكية تكلفتها السنوية، فما تدفع أمريكا أقل من تكلفة حامل الطائرات، لكن فوائدها فيما يتصورون أكبر كثيرا جدا. نعم. وطبعا وآخرهم طبعا بايدن، ولن نحتاج إلى تكرار المستقر من أنه لو لم تكن إسرائيل موجودة لاخترعناها اختراع. حلو. هنا الـ 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 العالم أيضا بيتغير. بيتغير في إيه؟ بيتغير أيضا في أنه صارت لديه خبرة الظواهر الاستعمارية والعنصرية والفصل العنصري الأبرتايد وإلى آخره. أيضا هذا العالم جرت فيه ثورة هائلة في وسائل الاتصال، ومن هنا المذبحة التي تجري في غزة يعني مش زي الهولوكوست اليهودي.
ما يجري في غزة، الإبادة الجماعية الجارية في غزة أونلاين على الهواء، صح، متاحة لكل الناس في كافة بلاد الدنيا. ومن هنا حين نقول أحيانا ومن فترة طويلة أن العالم صار قرية صغيرة، هو قرية صغيرة بتصدير الموبقات وبتصدير أيضا الضمائر وإيقاظ الضمائر، له وجوه عديدة. في الحال الفلسطيني الحقيقة الثورة الهائلة في وسائل الاتصال أفادت كثيرا القضية الفلسطينية، وقبل هذه الثورة أن يكون هناك حدث، الحدث صنعه الفلسطينيون سواء كانوا من أبطاله أو من ضحاياه، فهو حدث فلسطيني بامتياز. ومن ثم فإن الفلسطينيين هم الذين أيقظوا في ضمائر الدنيا معنى القضية الفلسطينية وجعلوها القضية رقم واحد في هذا العالم في وقت تصور فيه الغرب وتصورت حركته الصهيونية أن القضية الفلسطينية صارت في النسيان على طريقة جولدا مائير، الكبار سيموتون والصغار سينسون. لم ينسى أحد بأنه وهذه ولم يبد الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني في المحنة الفريدة التي تعرض لها أنجب شعبا جديدا، يعني باتصال أنجب شعبا جديدا على الأرض المقدسة، وأنجب شعبا جديدا في الشتات الفلسطيني أو الديسبورة الفلسطيني. وهذه أيضا لعبت دورا هائلا في التحركات الغربية، ومن هنا صرنا إذا كفاح فلسطيني مزدوج، كفاح على الأرض المقدسة من جهة، بالبقية الباقية من الفلسطينيين فوقها، وقد صاروا أكبر من عدد اليهود المجلوبين إلى الأرض السليبة، اثنين بعدد مماثل في كافة عواصم الدنيا خاصة في عواصم الغرب بالذات، كان بمثابة النبتة التي التفت من حولها أوراق كثيرة جدا في هذا الغرب. هنا كنا نقول إنه التيار الرئيسي في الغرب مع إسرائيل فيما تفعل وفي مذابحها وفي إبادتها الجماعية، لكن هناك تيارات هامشية، تيارات إنسانية الحقيقة. مع اتصال هذه الحرب لنحو 7 شهور هذه ومع اتصال عمل الفلسطينيين الفطري في عواصم الغرب، شعب الذي يضحي والذي يتضامن مع نفسه الحالة دي، حالة الخذلان الشامل ممن حوله وممن في العالم، وهذه واحدة من صور بطولة الشعب الفلسطيني الفريد. النتيجة الآن أن هذه الهوامش اتسعت، هوامش الإنسانية اتسعت كثيرا، وهذا الاتساع عبر عن نفسه في مظاهرات الشوارع، وعبر عن نفسه في الحراك الطلابي الواسع في الجامعات الأمريكية. وبدلا من أن يقول هذا المعتوه نتنياهو أنه هذه المظاهرات تذكره بمظاهرات في الجامعات الألمانية ضد اليهود قبل الحرب النازي، هو ببساطة الفهم الأكثر وضوحا أنها تذكر أي أحد بمظاهرات الطلاب الأمريكيين في حرب فيتنام ضد الطغيان الأمريكي في فيتنام الذي قتل الملايين من الفيتناميين. اثنين، أنها تذكره بما هو أقرب في ثمانينيات القرن العشرين حين خرجت هذه المظاهرات ذاتها في الجامعات الأمريكية ضد نظام الفصل العنصر الأبرتايد في جنوب أفريقيا. صحيح. كانت الولايات المتحدة واشنطن تقف مع هذا النظام، ثم مثلت هذه المظاهرات نقطة تحول هائلة في كده. وطبعا هذا الطوفان الطلابي ما يحدث في أمريكا سيؤثر على غيرها من عواصم الغرب ببساطة، لأنه أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية صارت هي معقل القيادة الغربية، هي التي أنقذت حلفائها في الحرب العالمية الثانية، وهي التي أنشأت حلف الشمال الأطلسي الناتو وغيره وغيره وغيره. فمن ثم بيؤثر كما رأينا في الجامعات الفرنسية في السوربون في معهد العلوم السياسية، في الجامعات البريطانية في أوكسفورد وغيرها. شفنا نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابقة وهي لا تكاد تنطق، تقريبا لا يكاد صوتها يسمع من احتجاجات الطلاب في جامعة أوكسفورد على ما تقول. صحيح. ثم المظاهرة خارج الجدران التي ترفع أعلام فلسطين الفكرة أنه أعلام فلسطين تسيدت الموقف. الفكرة في مسافة أعمق أن السردية الفلسطينية، السردية يعني الرواية الفلسطينية لما جرى، كان هناك شعب اقتلع من أرضه، اقتلع من دياره، رمي خارجها،
جلب يهود من كافة أصقاع العالم تحت وهم عدم التفرقة أو إلغاء التفرقة بين اليهودية كدين وافتعال قومية معينة لليهود. يعني الفكرة لا أحد يعترض، يعني من حق أي شخص أن يعتنق ما يشاء من دين، وأتباع الديانة اليهودية ليسوا بالضرورة أبناء قومية واحدة، هم موجودون في طبعا كل العالم يعني، ولا هم من نسل يهود التوراة، هذا أمر مقضي من فترة طويلة جدا. اليهود المعاصرون لا علاقة لهم في أغلبهم الساحق صح بيهود، والدليل أن جزء كبير من طلبة المظاهرات في أمريكا يهود بالطبع يعني. وكانت دائما هذه هي المشكلة، كنا دائما نقول أن هناك فرقا بين الصهيونية واليهودية، نحن ضد الصهيونية لكن مش ضد أن يكون هناك يهود طبعا. وفي السياق العربي الإسلامي بالذات يعني كان عاش اليهود ملوكا يعني، لم تحدث أي نزعات مما جرى في الغرب، لأن النازية كانت ذروة العداء لليهود مش بدايتها صح. يعني قبل كده يعني حملوا دينيا ويعني إلى وطوردوا في كل مكان، ومذابح طردتهم في كل مكان في الغرب، رغم أنهم في الأساس يعني طبعا الفكرة التي كانت سائدة في هذه البقاع المسيحية أن اليهود مسؤولون عن دم المسيح، وطبعا طلع الفاتيكان بعد كذا قال لا، اليهود الذين كانوا في هذا العصر هم المسؤولون، لكن يهود اللحظة ليسوا مسؤول إلى آخره. هذا الكلام كله على أرضية مذابح الغرب ضد اليهود لا، وجزء من التعامل الغربي حتى لو افترضنا أن في عنصرية أو في اضطهاد لليهود وفقا لروايات التاريخ ده بسبب ممارسات اليهود طبعا يعني الغرب يعني بيتخلص من اليهود بسبب ما فعلوه في الغرب. قصة طويلة لأنها كانت جماعات وظيفية وفكرة الربا وفكرة أشياء أخرى، التطفل على هوامش المجتمعات إلى آخره صح. وحتى المبالغة فيما جرى اليهود، وطبعا لو أن نصف اليهود الستة ملايين الذين تدعيهم الحركة الصهيونية هم قتلوا، ولو 10,000 من الزاوية الإنسانية هو مدان صح. لكن ماذا جرى الغاجر مثلا على سبيل المثال وهم مجموعة قومية أبيدت على يد النازي تقريبا، ماذا جرى للروس وكان هتلر ضد السلاف العرق السلافي 25 مليون إلى آخره يعني مزبوط. فالاختصاص بدور الضحية وكذا هو جزء من الخرافات التي نشرتها الحركة الصهيونية. في سياق غربي حصل فيه تحول لوضع الحركة الصهيونية التي نجحت في جذب أغلبية اليهود لأوقات طويلة، أنه اليهود كانوا ضحايا هذا العالم الغربي وعبيده، ثم أصبحوا ملوكه في مجالات الثقافة والسينما والإعلام وإلى آخره صح. والرأسمالي. فهنا ما جرى في ويجري في الجامعات الأمريكية هائل، 60 جامعة أمريكية على الأقل من بين أرقى الجامعات امتيازا مزبوط. في الولايات المتحدة في كل المجالات يعني MIT إلى كولومبيا إلى جامعة جورج واشنطن لا صفوة الجامعات صفوة الجامعات الأمريكية. ثم أن هذه الحركة المباركة تعدلت بركتها، أيضا كشفت وهم الدفاع عن الحقوق والحريات والكذا، أو التعديل الأول في الدستور أو تعديل حريات التعبير إلى ما لا حدود، فتبدت هذه الحدود. حين قال نتنياهو أن عداء للسامية، قالوا أيضا بايدن نفسه قال أن هذه التطورات معادية للسامية، أيضا مايك جونسون اللي هو من الحزب الآخر من الحزب الجمهوري قال إنها معادية للسامية. ما هي نوتة موسيقية كلهم بيعزفوا عليها، النوتة الموسيقية دي لم تعد لا تطرب ولا تخيف، هذا صح. هو الجديد أيضا صح، لأنه من الواضح جدا إحنا في عصر الصورة، يعني ما عادش حد فقط بيسمع، أنت بتقتنع بالصورة اللي بتخزق العين أي. فلم يعد تعد مثل هذه التفاهات والأكاذيب طيب هو يعني السؤال هنا على حليم؟ لكن الخلاصة أن الرواية الفلسطينية كرواية أرض محتلة وأن ده احتلال عنصري استيطاني إحلالي هي التي تسود الآن، يعني كانت معزولة. نتذكر أن إدوارد سعيد رحمه الله هذا الفلسطيني الفذ وله كرسي في جامعة كولومبيا التي بدأت فيها هذا التطورات دورا هائلا جدا ورشيد خلدي وغيره وغيره وغيره. فهنا الآن أصبحت تصارع الرواية الصهيونية والرواية الغربية المصنوعة،
وتكاد تهزمها في كثير من مناطق ولادتها. نفوذها. احسنت. السؤال هنا، هذه الشرارة التي بدأت تندلع في الأوساط الجماعية ومنها إلى الشوارع الأمريكية، ماذا تفعل في القرار السياسي في أمريكا في عام الانتخابات الرئاسية؟ أنا كما قلنا من قبل، مثل هذا التطورات تطورات ذات طبع تراكمي من زاوية تاريخية، لأن دي قضية تاريخية ممتدة بقالها معنا 77 سنة وهتستمر معنا لعقد أو عقدين آخرين. تمام. اتنين، إنما الأثر المباشر أصلا واضح. يعني هي تحدث أيضا هزة هائلة في موقف بايدن، وكلنا كما قلنا من قبل أن العلاقة بين أمريكا وإسرائيل علاقة اندماج استراتيجي في حكومة إسرائيل في واشنطن وحكومة إسرائيل في تل أبيب، في تفاوت ليس في الأساس، أساس المحنة ولا في الاشتراك في حرب الإبادة، إنما في الكلام عن خلافات التقدير. هو احنا نجحنا كده ولا فشلنا، ولا يمكن أن نتخذ أسلوبا آخر على نحو ما نراه الآن في سعي الأمريكيين بطريقة أو بأخرى أو حكومة إسرائيل في واشنطن إلى وضع حد لما يجري. لا هو أنا خليني بس هنا عشان السادة المشاهدين يفهموا معنى أو الهدف من السؤال. أنا بالتأكيد مش الضغط الشعبي اللي حصل دلوقتي هيخلي موقف أمريكا المنحاز لإسرائيل يتغير، طبعا ده عبث، لكن سؤالي هل ممكن يعجل ممكن يعجل بضغط امريكا على اسرائيل الان لوقف الحرب او وقف الاطلاق النار؟ طبعا يتغير جزئيا، يتغير جزئيا في التصرفات السياسيه وليس في الاساس التاريخي. يتغير جزئيا بمعنى اكثر وضوحا، ان بايدن يدعي ان وجهه نظره هي الافضل لحفظ امن اسرائيل. اثنين، ان نتنياهو يرى ان الاستمرار في الحرب ودخول رفح وإلى آخره قد يكفل له تحقيق ما يسميه النصر المطلق. الاختلافات الظاهرة على السطح هي اختلافات حقيقية لكنها اختلافات على السطح، في العمق ليس توجد هذه الخلافات. شهدنا جميعا ما جرى في إيران وإسرائيل حين ظهرت المسيرات وكذا، من حوائط الصد عن إسرائيل كانت أمريكية بريطانية فرنسية وأخيرا إسرائيلية بنظام دفاع جوي أنشأته أمريكا وطورته. صحيح. يعني هي دي الفكرة الأساسية. مظبوط. إن احنا تكونون في خطر ساحق نحن معكم، لكن كمان أنتوا حين تتصرفون بطريقة تعجل بنهاية إسرائيل نحن سنتصدى لكم. فهم يرون أن حكومة نتنياهو تعجل بنهاية إسرائيل. نعم. لاحظ، وهذا أمر تعرضنا له الأسبوع الماضي، حكومات الأخيرة خلال الخمس سنوات حتى قبل 7 أكتوبر جرت 5 جولات انتخابات في إسرائيل. صح. لم تستقر على حال. يعني فكرة الحكومة، الحكومات الأولى اللي مرتكزة لتصور هجومي واضح في التاريخ وبقادة لهم قدر من الرسوخ اختفت. اختفى حزب العمل المؤسس إسرائيل، ظهرت في النصف الثاني بعض حكومات زي حكومة هدى باراك وغيره، وإسحاق رابين من قبله الذي قتل، والوقت قصير جدا شيمون بيريز. ثم بعد كده دخلنا في فترة نتنياهو اللي هي 17 سنة. يروح ويجي، وبعدين يجي ناس لفترة قصيرة من اليمين زي نفتالي بنت أو غيره، لكن يرجع نتنياهو. فالطبعة دي هي طبعة فناء لإسرائيل. ليه طبعة فناء؟ لأنها ببساطة طبعة هلع ورعب من التطور التاريخي الذي جرى، تحولات السكانية، غلبة الفلسطينيين، تطور الفلسطينيين، هو مش العدد في الليمون، تطور الفلسطيني، الفلسطينيون أكثر الشعوب العربية تعليما، وأيضا في 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 المقارنات التي تجري حيث يعيش الفلسطينيون الإسرائيليون في مكان واحد رغم التمييز العنصري الفاقع ضدهم، بنلاحظ أنه في أمور أساسية، انه ما نسميهم عرب اسرائيل او عرب 48 او العرب وراء الخط الاخضر يتفوقون بكثير. طيب على النظر. احنا شرحنا النقطه، ثم ان احنا نتحدث عما يجري في ارقى الجماعات. لا معاك، بس انا بس عايز اتوقف واسمح لي حتى ان تبدو في شكل المشاكسه الحواريه. البعض لما بيسمع بعض المحللين والمفكرين زي حضرتك كده بيستخدم مصطلحات زي فناء اسرائيل ودمار اسرائيل وزوال اسرائيل، بيقول يا جماعة انتوا لسه عايشين في ايام اعتقد انها ولد. احنا بنتكلم دلوقتي مش على جماعات صهيونية وعصابات الهجانة، بنتكلم على دولة مستقرة
بمصطلحاتهم احنا طبعا بنسميها كيان عنصري استبدادي كده. بنتكلم على دوله مستقره لها اقتصاد وربما من اقوى الاقتصاديات في الشرق الاوسط ولها جيش قوي مدعوم غربيا ولها ميزانيه وليها وليها وليها. فالكلام عن فناء اسرائيل ده كلام ولا يجب ان احنا نفضل نردده؟ لا انا مختلف ومتفق. في دوله اسمها اسرائيل طبعا في دوله اسمها اسرائيل حاليا. بس هو السؤال هل هي قابله للاستقرار الذاتي؟ يعني مثلا حين اقول كما تقول ان لها جيشا ومن اقوى الجيوش وكذا. طيب لو ان هذا الجيش من اقوى الجيوش كيف جرى ما جرى في 7 اكتوبر وكيف ما نرى الى الان يوميا انه لو توقفت المدفعيه والذخيره من واشنطن سوف ينتهي الجيش الاسرائيلي. كويس. احنا نتغافل عن التطورات التي جرت على الارض، نريد ان نفتح العين للتطورات. حين نشات هذه الاسرائيل كنا نحن العرب في الموقع الذي انتهت اليه اسرائيل الان. كنا نتحدث ان ما فيش دوله، في عصابات صهيونيه وعصابات كذا وعصابات كذا وعصابات كذا، مش شايفين. دار الزمان دورته فاصبحوا يتحدثون. هو في فلسطينيين؟ ما فيش فلسطينيين. فين الفلسطينيين دول؟ انتوا بتتكلموا عن انهي فلسطينيين؟ على طريقه بن غفير اللي بيتعجب من اسر الفلسطينيين. بيقول ببساطة لماذا تأسرونهم؟ اقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث وجدتموهم. يعني أنا مش ما 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 يعني توجعوش دماغنا. ما توجعوش دماغنا بيهم. أنتوا عاوزين تقنعوني إن كلهم رفعوا الراية البيضاء أو رفعوا أيديهم إلى السماء إلى آخره. فهنا دار وكمان دار زمان دورته من كهانة الذي قتلوا مصري فيما بعد في نيويورك اللي كان عاوز ما فيش حد عربي، ما فيش شاب عربي يتجوز فتاة يهودية لأن كده اليهود سيفنون. اتنين انه فكره عوده الشرار عن اسرائيل الكبرى، التوسع على الارض وان الارض هي الاساس. طب ازاي الارض هتبقى زي هي الاساس وانت ككيان بشري كماده بشريه بتتقلص؟ نعم. يعني كيف الارض تنطق باسماء زارعيها واصحابها وحمتها؟ فهنا دار الزمان دورته كمان انهم عاوزين يلغوا اي معنى عربي. يعني في الكنيسة مثلا قال قانون القومية، ان القومية دي قومية يهودية. طب اللي موجودين دول مش يهود، هنعمل فيهم ايه؟ مش موجودين تقريبا. ماشي. كمان انا مش عاوز استخدم اللغة العربية ولا اسمي اماكن باسم اللغة العربية فيطلع مفارقات. ان المنزل الذي يقيم فيه رئيس وزراء اسرائيل في القدس اسمه شارع غزة. يعني فلسطين تطاردهم حتى في 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 منامهم وغزة بالذات. صحيح. من إسحاق رابين إلى الآن كان دايما يقول إسحاق رابين رغم أنه يعد من الحمائم بمعنى ما أنه أتمنى أن أصحو من النوم فأجد غزة غرقت في البحر. صح. فهنا السارق دائما مهما أحس بأنه في من جاه يؤرقه ما فعل طبعا ويخاف دائما. ونعيش يعني الاسرائيليون الان بين قوسين يقول لك الى متى سوف نعيش في هذا الرعب وفي هذا الخوف وفي هذا الامن؟ افهم وقد كانوا يتصورون ان هذا الرعب سوف يستمر اعواما ثم ينقضي ثم نصبح دوله طبيعيه، وهذا ما كانت تتطلع اليه اسرائيل في اوائل التسعينات لما شيمون بريس طلع مشروع الشرق الاوسط الجديد والمال اليهودي والذكاء اليهودي، المال العربي والذكاء اليهودي والى اخره. كانت هذه تصور عن اسرائيل العظمى، وان احنا انتهينا خلاص من الحرب بس عاوزين نمد رجلينا بقى. ديكها عاد الانكماش فقال لك لا سوف نستأنف الحرب من جديد. ومن هنا تلحظ انه من شارون المقبور عبر سنوات طويله من الغيبوبه الى نتنياهو بيقول لك احنا في حرب وجوديه، ان نكون او لا نكون. ليس هذا كلامنا، نتكلموا عن حرب وجوديه. من هنا فكره الفناء التي أتحدث عنها لأن كل واحد مسؤول عن كلامه. أيوة. النهاية إسرائيل عندي مش بمعنى أن اليهود دول هنرموهم في البحر. ببساطة شديدة الأمور تنحو في ظني إلى أنه تحطيم الآلة العسكرية الصهيونية اللي هي الآلة العنصرية عنصر جوهري يستدعي وجود المقاومة المسلحة في عملية طويلة نسبيا قد تستمر إلى 20 سنة من الآن، فننتهي الى وضع يشبه ما انتهت اليه الاوضاع في جنوب افريقيا اللي هي ايه؟ دوله لكل مواطنيها وصوت واحد للراس الواحد. دي صوره النهايه اللي انا بتصورها، وهي صوره انسانيه تماما. تمام. وليس عند العرب ادنى
تحرج في ان يبقى في يهود، ولا ان الجاليه اليهوديه في فلسطين تبقى اكبر الجاليات اليهوديه في الدول العربيه، لكن ببساطه نحن نمضي الى اغلبيه عربيه فوق اغلبيه فلسطينيه فوق الارض الفلسطينيه. ده ممكن يتحقق كمان مع زوال الحلم عند المواطنين او المستوطنين الاسرائيليين في المدن الاسرائيليه، وفكره ان الهوم والامن الامان والسلام والرخاء بتتلاشى شيئا فشيئا، بتتلاشى هو جاي، فنبدا في الهجره العكسيه. ما بدات من ايات ومعجزات 7 اكتوبر رغم المآسي التي لا ينكرها احد، والتي لا ينكر احد ان امثال هذه التضحيات توجد في طريق تحرير من امثال هذا النوع من الاستعمار سواء في الجزائر او في غيرها، وده اقرب مثال لينا وعربي وكل حاجه وعشناه او عاشه بعضنا على الاقل في الجوله الاخيره من حرب التحرير الجزائريه من سنه 1954 التي اعلن بيانها من القاهره بن بيلا وبوماديا. ضحى الجزائريون بمليون ونصف مليون شهيد. مره قال احد جنرالات الاحتلال الفرنسي لشيخ جزائري: انتم كل سنه بتبعتوا ناس لنا بالعصي والسكاكين والمش عارف ايه وكذا، واحنا نسحقوا بالرصاص، فما الفائده؟ قال له ببساطه الفائده نحن نذكر اجيالنا جيلا فجيل بانكم الاعداء الذين يحتلون ارضنا الى ان ياتي جيل لا يعود مهزوما. كل الوفود اللي احنا بنزعلكم بتسحقوهم، لكن هياتي جيل لا تستطيعون سحقه. تمام. وظيفتنا بتكرار المقاومه وبالثبات عليه بما نملك حتى ياتي هذا الجيل. مفهوم. في فلسطين اقتربت، اصبحنا على قرب العتبه. ومن ثم انا تقديري في سياق تاريخي انه الافعال التلفيقيه من نوع دوله دولتين حل الدولتين، وحتى لو اقيمت حل الدولتين لن تكون نهايه لهذا الصراع، هتكون حلا مرحليا اذا افترضنا انها، ثم لانه الجانب الاخر في وسط الجراح العميقه مع زياده الهجره العكسيه ومع انكماش فعلي للرقعه الاسرائيليه، لاحظ انه في 67 امتدت الرقعه الاسرائيليه الى كذا، يعني سيناء وحدها 61,000 كيلومتر مربع، فلسطين المحتله كلها بضفتها وغزتها وقدسها وكل كله بسلطاتها كلها 27,000 كيلومتر مربع، يعني سيناء قد فلسطين المحتله مرتين وشويه ربما ثلاث مرات. فانت هنا كانوا هم خدوا 81,000 كيلومتر مربع اللي هم 20,000 اللي هم الجولان مفهوم وغزه والضفه والقدس. فهنا الفكره الاساسيه العوده للانكماش وسط رغبه وحشيه في التوسع. يمكن ان تتصاعد عندك الرغبات الوحشيه لكن لا تملك القدره على تحقيقها، والدليل ما جرى في غزه، يعني 7 شهور في مواجهه حركات مقاومه وانفاق، لا احد يشكك في ان انت تملك وحلفائك يملكون احدث ما في العصر من تكنولوجيا حربيه وتدميريه وكذا، 75,000 طن متفجرات القيت فوق غزه. فانت في النهايه فعلت كل ما يمكن تصوره ولا يمكن تصوره، ولم تجني شيئا، ولم تجني شيئا. انت قتلت الناس صحيح، انت سحقت البيوت صحيح، لكن لم تسحق الفكره اللي هي فكره ايه، بقاء الفلسطيني فوق ارضه المقدسه ما انطبق. اثنين، لم تنجح لا في القضاء على حركات المقاومه حماس واخواتها، ولا استعدت الاسرى بالقوه المسلحه. ثلاثه، ولن تأقمت نظاما عميلا مواليا لك في غزه، فتعود الكره، انت كنت في غزه في الاصل وخرجت منها باختيارك بعد المقاومه، ثم تعود الكره. امبارح او اول امبارح الحماس واخواتها بتنفذ عمليه على خط نتساريم او يسمونه خط نتساريم، اللي هو الخط الذي تريد اسرائيل اقامته بقواعد عسكريه يفصل شمال غزه عن وسطها وجنوبها. انت في النهايه ازاء حرب استنزاف لا تنتهي. مظبوط. وانت مش قد حروب الاستنزاف ده، لان انت زي ما انت عندك حرب الاستنزاف هنا عندك حرب استنزاف في الشمال، ومستوطنوك الذين اقاموا مناطق كانوا يحسبونها مناطق سياحيه وكريات شمونه وغيرها وفي الجولان بيهربون الى القلب الى تل ابيب الان، 250,000 من الاسرائيليين. بيتحقق القول الرباني اللي بيقول انه ان تكونوا تألمون فانهم يألمون،
كما تألمون. صحيح. ويرجون من ويترجون ما لا يرجون بالفعل. لا. نحن في 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 لحظات تتحقق في هذه النبوءات. انا لا استند هنا، انا مش شيخ، مش بفسر سوره الاسراء ولا اي حاجه، انا مستند لوقائع تجري على الارض. صحيح. هناك جانب الشيطان بيجلب ناس، ما عادش يلاقي ناس يجيبهم، ما عادش قادر يدافع عن نفسه ولا يقدم مثلا لغيره. الى حد قريب كانت الدول العربيه بتتصور ان اسرائيل هتحميها من 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 ايران والتكنولوجيا العظيمه والتجسس الرهيب وبيجسس والى اخره واخر. كل هذا الكلام صحيح، لكن ليس له المغزى الذي يستنتجونه، لان بوسع الطرف الاخر ان يكتسب كل هذه التكنولوجيا. ثم انت تهزم بالمعنى العسكري الذي يطالع الاعلام الاسرائيلي ويتتبعه، قد اصبح ذلك متاحا بصورة أكبر كثيرا من ذي قبل، بيتضح أن الإجماع على أنه بعد 200 يوم اللي مروا من فترة الفشل في كل شيء. نعم. حتى لو دخلوا لرفح، فما بالك لو أن الدخول إلى رفح لم يتحقق ونجحت المساعي الجارية. طيب، إن كان بدعم أمريكي. هذه النقطة التالية وهي عندي تصريح محتاج تفسير. أول امبارح أو يمكن امبارح المتحدث باسم البيت الأبيض خرج بتصريح يقول لدينا وعد من نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية لن تدخل رفح إلا بعد التنسيق معنا. طبعا ده معناه إيه؟ ده معناه موافقة ضمنية على دخول رفح بس قولوا لنا. لا، هو التنسيق معنا بيتسق مع القاعدة الأساسية أن الحرب الجارية هي حرب بالاشتراك، أمريكية إسرائيلية أو إسرائيلية إسرائيلية. تمام. يعني نمرة واحد يعني. اثنين، في اختلافات بين الطرفين في تقدير الموقف العسكري على الارض. طيب اللي انت ما نجحتش تعمله في 7 شهور الى الان هتعمله بدخول رفح؟ ده انت قلت برضه. طبعا احنا بنتكلم على رفح الفلسطينيه. رفح الفلسطينيه طبعا. قلت لما كنت في غزه ان تحت مستشفى الشفا مقر القياده العسكريه لحماس والاسر. وبعدين قلنا معاه احنا كمان يعني كامريكان قلنا الكلام ده. وبعدين ما لقناش حاجه. وبعدين طلع هود باراك قال يا اخوانا ما فيش حاجه تحت مستشفى الشفا، ده نفق. ده احنا اللي عاملين الانفاق. احنا كنا دي. عاملين النفق ده. اتنين، دخلت خان يونس وقلت خان يونس عاصمه الحماس وانه تحتها، لانه هو منها اصلا السنوار واخوه الى اخر كل قاده حماس. مزبوط. وان هم موجودين تحت البتاع واحنا هنلتقى. طب ما انت كذبت كذبت كذبت، انت عارف الراعي والذئب كل مرة يقول لهم في ديب في ديب يروح ما يلتقوش، فانت ما مش لاقين حاجة. فخلاص بقى فك عن دماغنا، احنا زهقنا، احنا تعبنا، وبعدين عندنا انتخابات. لا، وبتورطنا معاك في جرائم جعلت اسرائيل يعني دولة مارقة وجعلت امريكا منبوذة. هي بتصوت لوحدها دلوقتي في اي قاعدة. فين الراجل الكبير العمدة النظام الدولي اللي بيقعد يلم وكده؟ هي لوحدها بتجد نفسها لوحدها. فالراجل الست السودة دي ولا نائبها الاسود، وطبعا مع كامل الاحترام لكافة الوان البشرات، لكن تصادف انهم اختاروا لامريكا البيضاء هذه الوجوه، دايما يقوموا رافعين. انت بتتكلم كده عن مواقفهم وقلوبهم. مواقفهم السودة دي. فالكلام هنا انا كمان منبوذ. ثم انا عندي انتخابات، ثم انا اديتك كل حاجه، ماذا تريد ان افعل؟ حاملات طائرات و ومعلومات مخابرات واقمار صناعيه وخبراء وكذا. فانا بقول لك خلاص خلصت، يعني لم الموضوع وندور على صيغه تانية ملتفه نحاول فيها اقناع بعض العرب بالتطبيع مجددا، نجيب مش عارف مين، نعمل اتفاق معاهم. القصه دلوقتي بقت ان هم عايزين يخرجوا من الورطه. عاوز يخرج من الورطه ويخرجك انت كمان. صحيح. انت مصر حاطط راسك في راس ان انت لو استمرت. طب افرض دخلت رفح، هم بيقولوا كده، وما لقيتش حاجه. افرض دخلت رفح بقى ورفح لقيت فيها هزيمه اكبر مما لقيت في مدينه غزه وفي النصيرات وفي خان يونس وفي كده، يعني ماذا يمكن ان تفعل؟ بتوصل المساله دلوقتي ان بيني جانتس مثلا، وهو رجل عامل وزيرا للحرب تحت قياده نتنياهو نفسه، ودخل مع نتنياهو في مساومات وزارية قبل كده، فنتنياهو ضحك عليه قال له انا هاخد النص الاول من الوزارة سنة ونص، وبعدين انت تيجي في السنة ونص الباقيين. خلصت سنة ونص واجروا انتخابات فما خدش. وده جزء من يعني ما هوش يساري ولا انساني ولا حاجة. بيني جانتس بيعتبر نفسه في المركز، عاوز يحفظ
ما تبقى من فكرة هيبة إسرائيل وجيشها وبتاع، وكان قائدا للجيش. الآن بيقول ببساطة صحيح دخول رفح شيء مهم، بس الأهم منه إن احنا نرجع الأسرة فنقبل المبادرة المصرية. صحيح، ما عادش حل تاني. في نفس الوقت مكر التاريخ إن هم لو قبلوا المبادرة المصرية ولو خدوا حتى فترة هدنة ممتدة كما يطرح المصريون في مبادراتهم، احيانا بتصل بها التقديرات في مراحل متعددة اللي سنة على الاقل. هذا يعني السؤال، طب ماذا يجري خلال هذه الفترة في اسرائيل، في التكوين الاسرائيلي؟ الاخ بنجفير والاخ سموتريتش اللي قالوا له لو انت قبلت اللي بيقوله المصريين حكومتك مش هتبقى موجودة وهتبقى في الشارع، وهو اصلا يخوض كل هذه القصة من أجل أن تبقى حكومة. الحكومة صح. وبيلعب كل الأوراق في كل الاتجاهات ويلعب مع الأمريكيين ويصور لهم أن دخول رفح هو جنة إسرائيل، بينما ممكن وهذا أمر طبيعي جدا. أنت قاعد تقول رفح رفح من إمتى؟ من 3 شهور. هو الطرف الآخر اللي هو حماس وأخواته قاعدين سامعين كل هذا الكلام وبيغنوا ظلموه، ما هو بيستعدوا صح لتلقينك درسا لا ينسى في رفح ان دخلتها. فهنا ثم ان انت مفهمتش لحد دلوقتي الحرب كيف تجري كحرب غير متناظرة، انت لا يمكنك في الاساس القضاء على حماس بالمعنى المطلق ولا على جناحها العسكري بالمعنى المخصوص. فهنا انت 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 انت, انت هذا عبث كله بهدف واحد ان ابقى في الحكم. طب سموتريتش دلوقتي بيقول لك بيعجزك اذا انت حتى وافقت على اعاده الاسرى وبمقابل اي هدنه احنا هنسيبك ونمشي. هم مش طبعا مش هيسيبوه يمشوا لسبب بسيط، انهم لا يثقون ان احدا سيقبلهم فيما بعد. هم اصبحوا في صوره المبذلين لان جانكس من الجانب الاخر يريد ان يتصيد الفرص للخلاص من الاثنين. فهنا فكره المظاهرات في الداخل الإسرائيلي كمان في داخل التجمع الإسرائيلي بتزداد حدتها، تزداد حدتها بمعنى أنهم كانوا في الأول عاوزين نعمل صفقة ونسترد الأصل، دلوقتي بيقولوا لا نتنياهو يمشي. صحيح. ونتنياهو كذاب. ما هو أنت دلوقتي أنت تقدر تخدع الناس، يعني بعض الناس كل الوقت، كل الناس بعض الوقت، لكن لا تخدع، تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. هذا هو المأزق التراجيدي بتاع نتنياهو. هو نتنياهو امام خيارين كلاهما مر، كلاهما لو قبل وقف اطلاق النار وعوده الاسرى هتبتدي بقى تحقيقات ومحاكمات وسلسله من مع اعتراف اخرين بالمسؤوليه وعدم اعتراف. مليون في يعني قائد امان اللي الاستخبارات العسكريه الاسرائيليه اعترف واستقال، وقائد المنطقه الوسطى او بيسموها المنطقه المركزيه في اسرائيل استقال، واخرون في سبيلهم الاستقاله من نوع هيرتس هاليفي ايضا. قرارات المحتملة من المحكمة الجنائية الدولية اللي قاعد يكلم طوب الأرض، يكلم أمريكا ويكلم بريطانيا ويكلم ألمانيا، كلموا المحكمة الجنائية دي أو ضغطوا عليها أو يدعسوها ويدهسوها عشان ما تصدرش قرارات اعتقالية. هو طبعا لا يخاف من اعتقاله، لكن هو ببساطة الإعلام الإسرائيلي بيعمل إيه رغم ادعائه بالحرية؟ لا يتحدث عن أي شيء يجري في غزة، يعني مشاهد الدمار والكذا والكذا صح. لا تنشر في الإعلام الإسرائيلي كأنهم لم يروه. ايضا هذه الرقابه كسرت لاول مره بان الفيديوهات اللي عملتها حماس للاسير هيرش بولين ثم للاسيرين الاخرين تعرض الان على شاشات ضخمه في اوسع ميادين تل ابيب. ففكره الحرب النفسيه وذكاء فكسروا حاجز وذكاء هذه المقاومه في ومعرفتها ان احنا في عصر مختلف، يعني ده الكلام عن فلسطين الجديد، فلسطين المتعلم، فلسطين الذكي، الفلسطين المتابع. بيطلع الأسير يقول احنا شايفينكم، يعني بيقولوا لأهاليهم وللإسرائيليين الآخرين المتظاهرين أننا نرى مظاهراتكم ونريدكم أن تستمروا، نحن في الجحيم. ففي النهاية أنت إزاء تحول جوهره أن ما كنا نتصوره من أوهام وأساطير عن قوة إسرائيل التي لا تفنى وعن الذكاء الإسرائيلي الذي لا ينضب وعن التكنولوجيا والتجسس وكذا، هذه كله أساطير لم تبنى من فراغ، بنيت على أساس حقائق بولغ فيها ثم أنكر شيء آخر أكثر أهمية. هل يمكن تحديها أم لم يمكن؟ الفلسطينيون
الجديدون أثبتوا أنه يمكن تحدي كل ما ينسب إلى إسرائيل من أساطير، وهذا معنى الفناء الذي أقصده. أحسن. فناء في العقلية العربية؟ لا، ده هي مش كده. هنا فناء الأكذوبة. فناء الأكذوبة، ثم بعد كده فناء الجسد. أحسنت، شرفت ونورت، وللحديث بقية الأسبوع القادم إن شاء الله. الله شكرا جزيلا عبد الحليم.